أرضية الميدان ما شاء الله تبارك الله. غزل المبين التلفاح الراحل الأسطورة فريق المبين وقطر الندى للملك أبو علي والمدرب أبو علي من المقيبلة. القيادة ستكون لزنور أيضا وردة رشيد بنت رشيد الصخرة وصخرة للملك حسين من الغميدة. المدربين استبلات الأزرق نخص بالذكر أبو حسين عمر غريفات. أما القيادة فهي لمالك سواعد. أيضا تدخل أرضية الميدان حطين بنت بريق جونيور وخيزران للمالك محمد إبراهيم أبو راس من علوط أبو إبراهيم. المدربين استبلات آل أبو جبل والقيادة كالمعتاد لأياس أبو جبل. حميد عدد أمر خير اللي مش معدد عددوها عمر عدد عدد أبويا. هذه الغزالة غزالة المبين ما شاء الله تبارك الله. ابنة المبين ولهم قطر الندى للمالك أبو علي المقيبلي مالك والمدرب هي الزنور غدير. التنافس والصراع على شده مع حطين كما لقبها منذر غريفات أم المعارك جونيور الأب والأم كيزران للمالك محمد أبو إبراهيم. طبلات أبو جبل حياة أبو جبل ما شاء الله. بنت رشيد الصخرة والأم الصخرة المالك حسين الدميضي استبلات الأزرق مالك سواعد. ثلاثة مهارات بالعلامة الكاملة بالترشيحات ما شاء الله تبارك الله. إذن انطلقت المهارات على بركة الله تعالى بالدفاع ثلاثية خطا واحدا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا الدفاع الصاروخية للمهارات أياس أبو جبل على صورة حطين الآن يتصدر هذه الكوكبة بترقب وحذر من غزل المبين ما شاء الله تبارك الله. وردة الرشيد أيضا تأخذ موقع مناسب بترقب وحذر شديد ما شاء الله تبارك الله. الخيول على المنعطف الأول حطين ما زالت الآن في صدارة هذا الشوط وتحاول توسيع الفارق. حطين ما شاء الله تبارك الله في الصدارة غزالة المبين الآن تندفع ووردة الرشيد. حطين يا حطين ما شاء الله تبارك الله. حطين وغزالة المبين حطين وغزالة المبين ووردة الرشيد. يا سلام يا سلام يا سلام على هذه الصدارة الحطينية. حطين يا أم المعارك حطين يا حطين يا أم المعارك غزالة المبين ووردة الرشيد. يا سلام يا سلام يا سلام. نعم هي حطين حطين اسم على مسمى بهذه القوة ما شاء الله تبارك الله تدخل خط النهاية متصدرة بأريحية تامة ما شاء الله تبارك الله. البطولة الثانية الآن بجعبة أياس أبو جبل. مبروك كان بها تقول أين أنت يا محمد أبو راس ما شاء الله تبارك الله. حطين مبروك محمد أبو راس ألف مبروك إنجاز ما شاء الله لهذه البطل البطلة الصاعدة بكل قوة محمد أبو راس أم المعارك. مبروك محمد أبو راس مبروك ألف مبروك استبلات أبو جبل هذه البطلة حطين ما شاء الله. مبروك سلطين أبو المر
مبروك ابونا ابو المريس اللي كاس البطله حطين. نعم منها حطين. شباب التتويج هون لو سمحتوا عندنا بالساحه. التتويج لو سمحتوا عندنا هون بالساحه هون. والتشجيع لهذه البطلة غزالة مبين. ألف مبروك حبيبنا أبو علي. الخير بالجايات. هي سباقات الخيل يوم لك ويوم عليك، لكنها بطلة بمعنى الكلمة غزالة المبين. أثبتت نفسها بكل قوة في ميادين السباقات بين الذكور أيضا. أيضا وردة الرشيد التي لا تقل أهمية عن البطلات. ألف مبروك حسين اسطبلات الأزرق حبيبنا. ألف مبروك وردة الرشيد أيضا. أخونا معتز غرابة. أخونا أبو خالد. كل التحية لوردة. نعم وردة الرشيد. كل التحية. نافست بكل قوة شوط جروب ون جروب ون إناث 2019. التنافس بجروب ون كلمة وطعم آخر. أبو أخونا حسين نعم بطلة. أبو خالد ألف مبروك لهذه البطلة.